جزاكم الله خيرا من أسئلتها فضيلة الشيخ صالح. تقول: ما حكم أن يقدم الإنسان صلاة من الصلوات كأن يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعدها، وذلك بسبب التعب الشديد والإرهاق وبحاجة ماسة إلى النوم، أثابكم الله؟ هذا لا يجوز، تأخير الصلاة عن وقتها إلى وقت التي بعدها هذا محرم ولا تصح الصلاة. قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فلا بد أن تكون الصلاة في وقتها، في أوله أو في وسطه أو في آخره، وكونها في أوله أفضل، إلا العشاء فتأخيرها أفضل إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل. وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين في حالة العذر من مرض أو سفر، أو الجمع بين العشاءين لمطر، هذه هي الأعذار التي تبيح الجمع. أما الجمع لأجل النوم فهذا لا يجوز، تصلى كل صلاة في وقتها، والنائم يجب عليه أنه يستيقظ بأن يجعل من يوقظه أو يجعل منبها يوقظه، أما أنه ينام على نية أنه متى ما استيقظ يصلي فهذا حرام ولا يجوز. نعم.